هذا ويعد مشعر منى أولى محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث يقع داخل حدود الحرم المكي بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويقضي فيه الحاج يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة الثالث عشر لمن يتأخر. مشعر منى يحمل مكانة تاريخية ودينية وأثرية كبيرة في نفوس المسلمين، حيث كان شاهدا على أحداث ووقائع مهمة في تاريخ العالم الإسلامي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك.